المزيد معنا من مدينة كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك أستاذ رامي. بداية هل لك أن تعطينا فكرة عن طبيعة وضع المخيم الآن؟ نعلم أن أعداد كبيرة قد غادرت، أعتقد بقي حوالي 8000 شخص حتى الآن. خبرنا أكثر عما من بقي وكيف هو الوضع. نعم، مساء الخير. طبعا من بقي هو يخشى الخروج من المخيم باتجاه مناطق النظام كي لا يعتقل، يعيش في أوضاع إنسانية كارثية. قبل أيام بغض النظر عن الحصار الإيراني الإجرامي على تلك المنطقة، كان هناك عاصفة رملية، كان هناك مأساة في هذا المخيم المنسي حقيقة الأمر على مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية. داخل المخيم نشرنا فيديوهات ونشرنا صور تظهر أوضاع مأساوية يعيشها هؤلاء الموجودين في المخيم، الذين حقيقة الأمر لا أمل لهم سوى انتظار المساعدات من جهات دولية، من أقاربهم. الجهات الدولية بعض الأحيان تتعطف على الموجودين في المخيم وأرسال بعض المساعدات إليهم. روسيا كانت تحاول إغلاق هذا المخيم، لكن لا الناس آمن لهؤلاء الموجودين داخل المخيم الآن. في مساعدات تصلهم مع أستاذ رامي، لأنه بحسب ما أفهم حتى المنظمات الدولية غير قادرة على الدخول، محاولات إدخال أي شيء تتم بالتهريب. بشكل قطعي. لذلك أقول لك يعني على سبيل المثال، يعني لتر زيت دوار الشمس وصل إلى نحو 5 دولارات. من أين يأتي هؤلاء المشردين المقابلين في هذا المخيم بهذه الأسعار؟ أيضا الأدوية هي شحيحة بشكل كبير جدا، وأيضا المواد الغذائية الأخرى، الرز، السكر، البرغل، العدس، جميعها تدخل عن طريق التهريب إلى هذا المخيم. يعني شاهدنا الحصار في مناطق سورية كمدن كاملة، كان هناك إمكانية لإدخال مواد غذائية. اليوم أنت في هذه البادية محاصرة من ميليشيات إيران. ماذا تفعل ميليشيات إيران داخل الأراضي السورية؟ نعود بأن إيران استفادت من انشغال روسيا بأوكرانيا، وهي الآن تتمدد أكثر في نقاط انتشار الروس في البادية السورية في محاولة منها للسيطرة على كامل البادية السورية مع حصار هذا المخيم. أليس هناك من قوات التحالف قريبة من هذا المخيم؟ ولماذا تسمح إن كان لحصار هؤلاء وعدم مساعدتهم أو للتمدد الإيراني بأن يستمر؟ يعني لا يبدو أن هناك تقاسم نفوذ في الأراضي السورية. لماذا تسمح قوات التحالف يعني تمنع دخول المساعدات الإنسانية لهذا المخيم؟ لماذا لا تفرض قوات التحالف التي تدخل بحرية إلى قاعات التناف بدخول المساعدات الإنسانية إلى هذا المخيم؟ وخصوصا نعلم بأن الكثير من الذين موجودين في هذا المخيم هم فارين بالأساس من ميليشيات إيران والنظام، أي أن خروجهم من هذا المخيم يعني حتما مقتلهم. كان من المفترض أنه في طرح أعتقد ب 2019 تسوي، وبناء عليها غادر حوالي 20,000 إن لم يكن أكثر من ذلك. لماذا لم يطبق ذلك على هؤلاء؟ وبالمقابل هل نعرف مصير من خرج؟ مصير من خرج، بعضهم بات في ميليشيات موالية لإيران، بعضهم أو قلة قليلا منهم ليكون واقعيين في معتقلات النظام، والبعض الآخر بات في حالة الفقر الموجودة في مناطق النظام، ولكن يعني هي أفضل من الحياة في هذا المخيم. يعني خلال العام الفائت خرجت نحو 179 عائلة، يعني نحو 780 شخص. هذا العام تسارع خروج العائلات بسبب التجويع الموجود داخل هذا المخيم، وبسبب شح الموارد المالية لشراء مواد التهريب أو الأغذية المهربة إلى داخل المخيم. من مدينة كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.